السلام عليكم إخواني المغاربة، نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير كيف العادة وكيف ما ديما. مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من برنامج صحافة الشارع. اش غادي نقول لكم، كان بغي نكون إيجابي علاش قديت ونقلب على هذا الانتقاد في خطرة ونقلب لكم على مواضيع اللي نستافدوا منها كاملين، ولكن ملي كتشوف شي أمور كتوقع قدام عينيك وخا تكون زيزون غادي تهضر. كنتفرج بحالي بحال الناس في الاخبار اللي كيديروا لينا في قنوات الصرف الصحي باش نعرفوا اشنو واقع في هاد البلاد. شويه حتى كنشوف مقدمه ديال الاخبار كتسول بدر بانون كتقول له شنو هي الوجبه اللي كنتي كتقدم الاناحي في المونديال، وقالت لي هاد السؤال هذا راه مرض كلشي، المغرب كلشي كيسول على هاد السؤال. كيفاش هاد السؤال مرض كلشي وكلشي باغي يعرفه؟ وشكون هاد كلشي؟ شكون هاد كلشي؟ الله اعلم. سمعوا مزيان باش تعرفوني علاش كنهضر. يعني يطرحه كثيرون، يعني من طرائف هذا المونديال انه سبق لي اشرف داري ان قال ان السر في تالق عز الدين اناحي هي وجبه يعدها له بدر بانون. هل يمكن لك يعني ان تكشف لنا وللمشاهدين تفاصيل هذه الوجبه؟ اللي باقي حتى لدابا ما فهمش علاش انا كنهضر بعد الفوز على البرتغال، المغرب ملي فاز على البرتغال في المونديال، الصحافي سول اناحي قال له شنو السر ديال التالق ديالك؟ نقز اشرف داري قال لي هذا الشيء اللي وصل ليه اناحي وهاد القوه هذا الشيء راه من موراه بدر بانون. اه موراه بدر بانون اللي كيقاد ليه واحد الوجبه، واللاعبين كانوا غير مقشبين بعضياتهم ضاحكين بعضياتهم، ولكن حيت حنا واحد الشعب كنموتوا على التفاهه، كنحماقوا على شي حاجه سميتها التفاهه، كنشدوا في التفاهه بالسنان، كنقلبوا على واحد الموضوع اللي كيكون خاوي ونصنعوا منه موضوع باش ما نهضروش على المواضيع الحقيقيه اللي خصنا نهضروا عليها. دابا هذه المقدمه ديال الاخبار بان ليها غير هذا الموضوع اللي مهم وكلشي خصو يعرفه، ما بانوش ليها راه المغاربه كاملين خصهم يعرفوا علاش هذا غلاء الاسعار اللي كاينه، علاش الحليب تزاد 4 دراهم، هذا الشيء ما بانلهاش المغاربه خصهم يعرفوه. هاد الاسئله هادو ما خصهمش يطرحوا ونعرفوا شكون اللي سبب هذه المعيشه الغاليه وسبب هذا الوين اللي حنا عايشين فيه. اسئله بحال هادو ما يطرحوش في التلفازه. الشيء هادشي اللي كيديروا اناحي المجهود ديال بانون. دابا نرجعوا للموضوع ديال هذيك الصحفيه والوجبه ديال اناحي، قال لك المغاربه خصهم ضروري يعرفوا ديك الوجبه اللي كيقاد بدر بانون الاناحي، ولكن علاش ملي كيخرج شي رياضي ولا شي لاعب ديال الكره سابق ولا شي فنان كيقول والله ما بقات عندي فلوس وجبه، يعني فلوس وجبه وحده ما بقاتش عندي، يعني ما بقى عنده ما ياكل، علاش ما كتربطوش به اتصال في الحين وتسولوا عليه وتقولوا له واش بصح ما بقى عندك ما تاكل، ويقولوا ليه الا بغاو المسؤولين يعاونوك فين غادي يلقاوك. راه هذا هو الدور ديال الاعلام الحقيقي، ماشي الدور ديال الاعلام تسولوا على الوجبه ديال اناحي، هذا هو الدور الحقيقي ديال الاعلام في الدول المتقدمه، ماشي تقلبوا لنا على موضوع تافه. المغاربه كاملين خصهم يعرفوا اناحي شنو كياكل، وحنا عرفنا شنو غنستافدوا؟ راه اللي عنده عنده، وناحي راه ياكل ولا ما ياكلش غيدخل التيران غيحرتو حرت. حنا بلا ما تبقاو تفرعوا لنا راسنا بالتفاهه، تجيبوا لنا مواضيع تافهه، راه كاينه مواضيع اهم من هذه المواضيع، وكاينه اسئله اللي كيطرحها الشارع المغربي اهم من هذا الموضوع ديال بانون والوجبه ديال اناحي. هذو هما الحوايج اللي خصنا نعرفوا. واش العداو؟ حنا عندنا لاعب دولي، اه عندنا لاعب دولي مغربي كان كيلعب في المنتخب المغربي، خارج مع واحد القناه اجنبيه كيبكي كيطيح الدموع بحال الحجر، وكيقول لهم انا لاعب دولي كنت كنلعب مع المغرب وانا وحلت هنا على ما اظن، وقيل كيعيش في فرنسا على ما سمعت. هذا اللاعب الاسم ديالو رشيد حبابي، عايش متشرد في الزنقه، ما عارفش انا دابا ظروفه كيفاش دايره، واش ميت ولا حي، واش تنقد ولا لا. ما هو اسمك؟ رشيد حبابي، كنت كنلعب انترناسيونال في المغرب وحلت هنا. وباش زاد اثر فيا هذا رشيد حبابي قال لديك الصحفيه في مشهد اكثر من مؤثر، قال ليها قولي لامي رانا مهرس من ركابيه وما نقدرش نجي. عندي واحد المي ماشي بانيه سميتها سليمه مسكينه، دريها تمايا قول لها ولك راه مهرس من ركابيه اما عنده كيدير. دابا غير قول ليا واش ما كاينش شي قلب رحيم في هذه البلاد؟ واش ما كاينش شي قلب رحيم في هذه البلاد ولا شي مسؤول كيخاف الله يمسح لهذا اللاعب المغربي دموعه ويرجع ليه كرامته؟ كاين شي وحدين فهيميه اللي عزيز عليهم ديما يدافعوا على الباطل، غيقول لك هذا اللاعب المغربي ما لعبش في المنتخب المغربي بزاف، شفتي هذا
واخا يكون عمرو ما قاس كره، عمرو ما لعب، عمرو ما فات ليه لاعب. ما تنساوش هذا راه خونا مغربي، ما خصناش نسمحوا فيه، خصنا نوقفوا في جنبه. راه هذه هي اخلاق ديال المسلمين الحقيقيه. راه حشومه الدوله تسمح في هذا اللاعب حتى يرجع في هذه الحاله. في الدول المتقدمه في حال هاد الناس كيشدوهم وكياطروهم وكيديروا لهم ديبلومات وكيستافدوا هما، وحتى البلاد كتستافد منهم. ما عندي ما ندير، الدير ديال الله. الا بغات دير الموت غنشهد، نقول اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دابا غير بيني وبينكم، هذا ما يستاهلش القناه الثانيه تهضر عليه وتسول فيه، حسن ما تسول على الوجبه اللي قاد بدر بانون الاناحي. شكون اللي في نظركم الموضوع اللي يستاهل؟ شكون الموضوع اللي مهم ويستحق القناه الثانيه تهضر عليه؟ دابا نتوما حكموا. راه حتى هذا راه لاعب دولي ومغربي خونا، وحتى هو تقاتل على القميص الوطني، ولحنا صافي اللاعبين كندوزو بهم غير واحد الفتره واحد المرحله وكنلوحوهم وكنساوهم. بغيت غير نعرف علاش حنا الشعب داير فحال هكا. ملي كتكون طالع للفوق وضاربه فيك الكاميرا كلشي كيكون معاك، كطيح الارض كتلقى راسك بوحديتك. دابا هذا رشيد حبابي كون داز في القنوات العموميه المغربيه وهضروا عليه حتى هو وهضروا على قضيته حتى هو، شنو كانوا غادي يخسروا مثلا؟ واش ما يستاهلش؟ راه قنوات الصرف الصحي غير الهاربات كيبانوا فيها. على الاقل هذا رشيد حبابي راه قدم تضحيه لهذا الوطن وفزك التوني. الهاربات شنو اللي قدموا لهذا الوطن اللي جالسين كيتسابقوا على هذه الاذاعات؟ كل مره كتلقى وحده فيهم دايزه في هذه الاذاعات. راه فحال هذه المواضيع القنوات العموميه ما كيبغيوش يهضروا عليهم حيت كيشوفوا الصوره ديال المغرب. فحال هذا الفيديو كيبين التقصير ديال المسؤولين. كاين اللي غادي يقول لك ها هو كاع بان في القنوات التلفازيه، اش غادي يستافد؟ شنو اللي غادي يستافد؟ على الاقل ملي غيبان في القنوات القضيه ديالو غادي تعرف، غادي يعرفوه بزاف ديال الناس ويقدر شي واحد من هاد الناس يعاونو. نعطيك غير مثال بسيط وانا متاكد من هادشي اللي كنقول. حكيم زياش الا شاف هاد الفيديو، الا شاف هاد الفيديو ولا الناس اللي دايرين به شرحوا ليه وقالوا له هذا راه لاعب سابق ديال المنتخب المغربي، انا متاكد باللي حكيم زياش ما يبخلش عليه بالمساعده. حكيم زياش كيتبرع بالفلوس كيتبرع بها، فحال هاد الحاله اولى بهاد الفلوس. ياك الفلوس كتعطى كتعطى، اللهم في هذا. هذه الا كانت فلوس حكيم زياش كتوصل للناس اللي ما عندهمش، الا ما كانوش كيقسموها بيناتهم فحال اللي كيديروا الحوايج اخرين. حيت حنا ما خصناش نستبعدوا باللي الفلوس اللي كيعطي حكيم زياش يوقع ليها موقع للتيكي في قطر. عاد زيد واحد الحاجه باش ما ننساهاش، راه ما كاينش غير رشيد حبابي بوحديته اللي معذب من اللاعبين القدام، كاينه بزاف ديال اللاعبين معذبين. غير انت خصك تمشي لليوتيوب وتكتب لاعب منتخب المغربي مظلوم ولا في حاله صعبه، وتما هما غيطلعوا لك الفيديوهات بالعرام. راه ما تشوف، وحنا الدور ديالنا في هذه القناه راه باين، نسلطوا الضوء على داكشي اللي ما كيشوفوش المسؤولين، المسؤولين اللي واكلين وشاربين في هذه البلاد. غادي نبقاو ديما مع القنوات العموميه. علاش القنوات العموميه جابوا جميع اللاعبين وهضروا على جميع المواضيع التقنيه واللي ماشي تقنيه، وحتى من المواضيع التافهه هضروا عليها، يعني هضروا في التفاصيل ديال التفاصيل. ولكن علاش ما سمعناش شي قناه تلفزيونيه مثلا حطت خبر باللي لاعبين من المنتخب الوطني سمحوا في المستحقات ديالهم مثلا بحال اللي دار زياش، ويقدموا ليه حتى الشكر بالنيابه علينا، حتى هو غادي يفرح، ولاعبين وحدين اخرين حتى هما غيتشجعوا ويبداو يتبرعوا. عرفتي علاش مواضيع بحال هادو ما كيهضروش عليهم عاوتاني القنوات ديال الصرف الصحي؟ اسمع هذه مزيان، حيت كاينه ضغط من المسؤولين. ايه كاينه ضغط من المسؤولين كيقولوا لهم ما تهضروش لينا على بحال هاد المواضيع. عرفتي علاش؟ ما عرفتيش علاش؟ انا نقول لك علاش، باش يبقاو يبانوا غير هما اللي كيديروا الخير في هاد البلاد، ما باغين حتى شي واحد يزاحمهم في التقاط الصوره. ملي هضرنا هضرنا على القنوات ديال الصرف الصحي، اجي نوريكم شنو رجعوا كيديروا لينا في التلفازه مؤخرا. داكشي غيعجبكم مزيان، غيعجبكم بزاف ان شاء الله. غدا وبعد تزوجي تقول للراجل نوض شقاق صيفطك لينا ترانسفير بنيتي في 7 ايام. اش هاد الهضره كتقولي حتى انت يا الميمه؟ هذاك الزمان ديالكم ديال احق الراجل كيخدم في الزنقه والمراه كتبقى في الدار راه ساله. دابا ولا كلشي كيدير كلشي والمراه راه ماشي بلاصتها الدار. يا هاد المراه اصلا وجهك ماشي ديال الدار، عرفتي شنو كيتسمى هادشي؟ هادشي راه كيتسمى تشجيع وتحريض على التفكك الاسري. كنسمعوا ديما نسبه الطلاق في المغرب طالعه، كلشي كيطلق كلشي كيطلق، المحاكم عامرين فحال هاد المسلسلات راه هما السبب. شحال من واحد كنسمعوا كيقول انا مراتي مانع عليها الجيران والصحابات،
ما كنخليها تمشي حتى لشي بلاصه، سد عليها في الدار كتفرج غير في التلفازه. عرفتي علاش سد عليها في الدار وما كيخليهاش تلاقى مع الصحابات؟ باش ما يبقاوش يحرشوها ويحلوا لها عينيها. هو باغي هذيك المراه تبقى على قد يده، كيقول لك اللهم تجلس في الدار تفرج في التلفازه احسن لي. الا كنت يا خويا سد على مراتك في الدار ومخلي لها غير التلفازه كتفرج فيها، من الاحسن غير خليها تخرج تلاقى مع الناس، راه يحرضوا فيها تيعيه، راه غيكونوا ارحم من التحريض اللي كنشوفوه دابا في التلفازه. راه التلفازه رجعات هي سبب المصائب والمشاكل والخراب. وباش ما يجيش شي واحد يأول كلامي، انا راه ماشي ضد المراه تخدم وتعاون الراجل على الزمان، انا ماشي ضد هذا الشيء، هذاك نقاش بوحديته. الا كانت المراه والراجل مفاهمين راه هذاك الشيء كيبقى بيناتهم، حتى شي واحد ما خصو يتدخل فيهم. انا كندوي على الرساله وكيفاش كيوصلوا هذا الاعلام وهاد القنوات كيفاش كيوصلوا الرساله. الرساله عمرها ما كانت بتخراج العينين ديال ديك الممثله. الا كانت هاد المراه كتهضر مع جداتها بحال هكا، كيفاش غادي تهضر مع راجلها؟ كيفاش غادي تهضر مع مم راجلها؟ واخا تقول لي غير تمثيل، ولكن داك الشيء راه هما عارفين علاش كيديروا ولا علاش باغين يوصلوا. وانا كندوي لك على الرساله اللي باغين يوصلوا لنا من داك التمثيل الزين ديالهم. دابا اخر الاخبار اللي غادي نختم بها هاد الحلقه، كاين شي اخبار كتدور في الفيسبوك، قال لك داك الحريق اللي كان في المحمديه ديال الشركه تابعه لمول البومبا، هذاك خانز فلوس. قال لك سيدي انا نهضر وانتم قولوا غير الله اعلم. قولوا غير الله اعلم. كاين شي ناس قال لك هذا الشيء دار بالعاني باش يكون واحد التعويض من الشركات ديال التامين، وكاين شي ناس وحدين اخرين كيقولوا كاين شي تقصير وعدم المراقبه. وانا كنقول الا كان هذا الشيء بالصح وهذه الشركه ديال مول البومبا ولا ديال غيره، راه هنا فين خصنا نربطوا المسؤوليه بالمحاسبه. يكون هذا الشيء ديال مول البومبا ولا يكون ديال غيره، راه خصو يتفتح تحقيق، حيت هذا الشيء ديال المحمديه راه عرض حياه المواطنين للخطر وبنادم تخلع وتفزع. واش الناس ناقصه خلعه معاكم في هذه البلاد؟ الا ما كانش احترام المعايير السلامه خاص بنادم يتحاسب. فحال هذا الشيء راه ما فيهش اللعب، راه لولا لطف الله كانت غادي تكون فاجعه في المغرب. وإلا كان هذا الشيء دار بالعاني باش يستافد بنادم من التعويض ديال الشركه ديال التامين بحال اللي داروا واحد النهار في دير سونترال في المقاطعه، راه مصيبه، راه حنا ما غنبقاوش نمثلوا بحياه الناس. وهاد الاخبار اللي كنقول لكم راه تقدر تكون بالصح تقدر تكون اشاعه، ولكن شكون اللي غادي يحد من هاد الاشاعه؟ شكون اللي غيحبس الاشاعه؟ خاصهم هما يخرجوا ويفسروا لنا شنو واقع ويكون داك الشيء حقيقه بالطابع. وها هو مشى عمي، كان معاكم داك خونا اللي كتعرفوه بلا ما يحتاج يسمي.